اتصل تليفوني دكتور محمد هاني استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور محمد. اهلا بحضرتك، ازيك يا ساره؟ ازيك؟ اهلا بحضرتك، يعني حضرتك منورنا النهارده وربنا يبارك في حضرتك يا رب. يعني خلينا لو نتكلم عن بدايه عمر الانسان، اول 7 سنين تاسيسيه، ايه اهميتهم يا دكتور محمد؟ طبعا اول 7 سنين في حياه الطفل هي من اهم سنينه، يعني طبعا اهم حاجه، لان طبعا بيبقى في حاجات لازم يتعلمها زي العادات والتقاليد والثقافات اللي بيكتسبها من الاسره. يعني لازم الاسره بيكون لها دور مهم جدا. الحاجات دي لما الطفل بيتعلمها بتثبت معاه، بتستمر معاه في مرحله الطفوله ومرحله المراهقه، وممكن يكبر بيها كمان. بعض الاسر بتتغافل عن بعض الحاجات اللي ممكن يزرعوها في شخصيه الطفل في المرحله دي. يعني مثلا ممكن بنلاقي ان في بعض الاسر ما بيدوش لاولادهم بعض المعتقدات وبعض الثقافات وبعض المعلومات، الحاجات اللي هي في التربيه. في بعض الاسر بيكونوا شايفين ان دور الطفل في حياتهم هو ان انا مثلا ايه اوفر له الاحتياجات الماديه وحاجات مدرسته وحاجات دي، بس في فرق ما بين ان انا بربيه ده يعني بعلمه، بقول له ايه الصح ايه الغلط، الثواب العقاب، بقول له في حاجة اسمها ربنا، في حاجة اسمها ان انت بتخاف من ربنا، نعمل الحاجة دي صح او ما نعملهاش، في حاجة ينفع تتقال وفي حاجة ما ينفعش ان هي تتقال. كل الحاجات دي بتفرق في شخصيته، تطلع شخصيته قوية، شخصيته مرنة. بزرع الاساس المتين في المرحلة دي اللي يقدر من خلال ان هو يعيش بيه حياته كلها. بعض الاسر بتتغافل عن ده وما بيدوش لولادهم الحاجات اللي هم محتاجينها، بيطلع الولد فاضي مشوش، ما عندوش معلومات، ما عندوش ثقافة، معرفش يعني ايه الصح او الغلط، ما اكتسبش اي معلومات يقدر يعيش بيها من خلالها في حياته. ف7 سنين دول مهمين جدا في حياة الطفل. طب ليه يا دكتور محمد 7 سنين تحديدا؟ 7 سنين دي يعني خليني اقولك ان الادراك بيبدأ عند الطفل مثلا من بعد سنة ونص او سنتين. تمام؟ تمام. التعليم في الصغر في الفترة دي زي يقولك كده زي النقش على الحجر، انا اي معلومة بتثبت الولد بيبدأ متعود عليها، بيبدأ يتعلمها. زي ما بعلم الابن القراءه والكتاب، لو في اول 7 سنين الطفل اتعلم يقرا ويكتب كويس هيفضل طول عمره بيقرا ويكتب. لو حتى كمان عدت ال7 سنين من غير ما يعرف يقرا ويكتب، بعدها بنلاقي صعوبات تعلم وما بنعرفش حتى نخليه ان هو يستوعب. فاهم قصدي؟ تمام. مهمه جدا، لان انا بستغل الادراك اللي موجود عنده ان انا بوجهه لحاجات معينه، وببدا احط له معلومات في العقل الباطن او اللاوعي عنده، الذاكره تبدا تتملي بدرجة ان هو لما بيتعلم حاجة تلاقيه بيرد تلقائي اتعلمته، لكن لو في حاجة ما اتعلمهاش ما بلاقيش عنده اجابات. ف7 سنين دول مهمين جدا، بيفرقوا في تكوين شخصيته، في ادائه، في سلوكه، في نفسيته، في اسلوبه. حتى كمان لان انا بعد كده مثلا من بعد ال5 او 6 سنين بيبدأ يطلع للمدرسة، بيطلع من البيئة الداخلية اللي هي الاسرة لبيئة خارجية تانية، بيبدأ يتعامل. فلو انا علمته بيقدر يتعامل مع البيئه الخارجيه وتكوين صداقات واصحاب بره. طب لو ما علمتوش ما بيتعلمش، خلاص هو وقع. فارجع تاني اكتشف بقى بعد ال7 سنين ان ابني مثلا عنده مشاكل في السلوك، ان ابني مثلا منطوي، ابني مثلا ما عندوش مشاكل في، عنده مشكله في تكوين صداقات او تكوين علاقات، ابني مثلا مش قادر يحمي نفسه بره وبيسمع كلام من صحابه ممكن يأذيه، ابني مثلا مش قادر ان هو يذاكر او قادر ان هو يستوعب حاجات كتير جدا. فالمشاكل دي لما انا ببدا اخد بالي منها في ال7 سنين دي بقلل خطورتها بعد ال7 سنين في التعامل اللي بره مع الناس. تمام، الف شكر لحضرتك يا دكتور محمد، وشكرا، ربنا يجازي حضرتك كل خير. وفعلا يا شيخ فتحي احنا بنتكلم يعني دايما الدمج ما بين التربيه النفسيه والتربيه الدينيه، وهي سبحان الله مش منفصلين ابدا عن بعض.